اول ما اتقدمت بالكرسي ابتدى شافني فقال لي تعالى وابتسم. طب اعمل ايه؟ فكرت ان انا لازم امشي خطوات بسيطه، اول ما قبل الرئيس ما يمشي بحاجه بسيطه امشي خطوات بسيطه ناحيته. وهو مجرد ما لمحني قال لي تعالى، ابتسم، قلت له استاذ الرئيس انا عندي طلبين وكده واتمنى تحققهم حضرتك. قال لي اتفضل. قلت له اول طلب اتمنى ان حضرتك تديني فرصه لحضور المؤتمر القادم ان شاء الله في شرم الشيخ. قلت له السؤال الثاني يا استاذ الرئيس، نفسي حضرتك يعني تيسر اجراءات الحصول على سيارات ذوي القدرات الخاصه. الثاني يوم الموضوع انقلب، الدنيا انقلبت في مصر، مصر كلها بتتكلم عن الموضوع وعن الشاب اللي قابل الرئيس وقال له على مطالبه. في ايه؟ انا كان كل هدفي اوصل رسالتي، والحمد لله ان الرئيس استوعب وكان فاهم انا اقصد ايه من جوه كلامي، والحمد لله. ساعتي بس ان ازاي الرئيس قدر يتواصل مع شاب، يعني دي اصبحت صعبه في مجتمعات كتير. اصحابي شايفين ان انا عملت حاجه كبيره، فخر بقيت فخر المنوفيه ورفعت راسهم. انا شايف ان انا كل دوري دلوقتي مش بتكلم على نفسي، انا عايز اعبر على ذوي القدرات الخاصه اللي هم بيقابلوا مشاكل كتير في المجتمع، اللي بيقابلوا حقوق ضايعه ليهم، اللي بيقابلوا نقص فكر، حاجات كتير جدا 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 اتمنى ان انا اقدر اغيرها. الحمد لله ان انا قدرت اوصل رسالتي.